أهلا بكم في أسئلة الرخصة المهنية لتخصص علم الأحياء الجزء الثاني. إلى السؤال الأول. يستخرج البنسلين من ألف الفيروسات، ب البكتيريا، جيم الفطريات، د الأسفنج. أولا دعونا نتحدث عن البنسلين. مكتشف البنسلين هو العالم ألكسندر فيليمج. هو مكتشف البنسلين. اكتشف البنسلين في أحد تجاربه. كان يزرع البكتيريا في أطباق بتري. هذه هي أطباق بتري. ويزرع فيها البكتيريا، نلاحظ البكتيريا تنمو، وعند اكتمال نموها يضع بعض المواد التي يعتقد أنها قد تفرز المضاد. وضع مثلا مثل هذه القطعة ومجموعة من القطع. لاحظ هذه القطعة لا يوجد حولها أي عامل قضى على البكتيريا. هذه القطعة يوجد فيها عامل قضى على البكتيريا. هو اكتشف بعض المضادات الحيوية وكان يجرب عليها. في أحد تجاربه نسى هذا الطبق مكشوف للهواء. الطلق، فسقطت قطعة من عفن فطر البنسيليوم. بعد فترة قام عفن البنسيليوم بإفراز مادة قضت على البكتيريا بشكل كبير. عندما لاحظ ألكسندر فليمنج هذه المساحة الهائلة من القضاء على البكتيريا، درس هذا المكون فوجده فطر عفن البنسيليوم. نوع من أنواع فطر عفن الخبز وعفن قشور الفواكه. إذن يستخرج البنسلين من فطر عفن الخبز. إذن الإجابة هي جيم الفطريات. إلى السؤال التالي. السؤال الثاني، الطريقة الأكثر شيوعاً في تصنيف الأوليات تتم بواسطة ألف حجم الكائن، ب حركة الكائن، جيم طريقة التغذية، دال عدد الخلايا. طبعاً حجم الكائن، من الصعوبة تصنيف الأوليات على حجم الكائن، وأيضاً من الصعوبة عن طريق التغذية، وعدد الخلايا لأن خلاياها واحدة لذلك سميت بالأوليات. إذن التصنيف يتم عن طريق حركة الكائن. تصنف الأوليات حسب وسيلة الحركة إلى أربع مجموعات، هي أولا الحركة بالأقدام الكاذبة، مثل الأميبا. النوع الثاني الحركة عن طريق الأهداب، مثل البراميسيوم. النوع الثالث الحركة عن طريق الأسواق، مثل التريبانوسوما. الرابع عن طريق الحركة بالانزلاق، مثل البلازموديوم. وبالتالي تصنف الأوليات عن طريق الحركة كما ذكرنا. إذن الإجابة هي حركة الكائن.
إلى السؤال التالي. السؤال الثالث: يتم إنتاج العصارة الصفراوية في ألف الكبد، ب الحويصلة الصفراء، جيم القناة الصفراوية، د الأمعاء الدقيقة. العصارة الصفراوية الحقيقة أن إفرازها يتم من الكبد، ولو أخذنا نظرة لجسم الإنسان نجد هذه هي الكبد، هذه هي الكبد. الكبد تفرز العصارة الصفراء إلى القناة الصفراوية في هذه المنطقة، قناة الصفراوية. إذا كان هناك غذاء مباشر نجد أن العصارة الصفراء تنتقل مباشرة إلى الأمعاء، وفي حال كون لا يوجد غذاء تخزن داخل الحويصلة الصفراء. هذه هي الحويصلة الصفراء. نعيد مرة أخرى: تفرز العصارة الصفراوية من الكبد إذا كان هناك غذاء يسمى الكيموس، الغذاء يسمى الكيموس القادم من الفم والمتجه إلى المعدة ثم إلى الأمعاء، فإن العصارة الصفراء تنتقل مباشرة إلى الأمعاء. في حال الراحة وعدم وجود غذاء يتم تخزين هذه العصارة داخل الحويصلة، الحويصلة الصفراء. كمية العصارة الصفراوية التي تنتجها الكبد تقريبا من 800 إلى 1000 مللتر يوميا في جسم الإنسان طبعا. إذن الإجابة: إنتاج العصارة الصفراء يتم في الكبد. إلى السؤال التالي. السؤال الرابع: المادة التي لا يتم إعادة امتصاصها في الوحدة الأنبوبية الكلوية هي ألف الماء، ب الأملاح، جيم الجلوكوز، د البولينا. أولا لنتعرف على الوحدة الأنبوبية الكلوية، لنأخذ مقطع من الكلية. هذه الكلية أحد الكلى بشكل مقطع عرضي. سنأخذ مقطع من هذه الكلية من هذه المنطقة مثلا، هذه المنطقة، ونتعرف على ما بداخلها. نلاحظ عدد من النفرونات أو عدد من الوحدات الأنبوبية، هذه هي الأشكال. هذه أحد النفرونات كمثال، سنعمل على تكبيرها لنلاحظ التفاصيل. هذه هي الوحدة الأنبوبية الكلوية أو النفرون، أو تسمى النفرون، مكونة من محفظة بومان ومن الكبيبة، مجموعة من الشعيرات الدموية يتم فيها الترشيح، ثم الأنبوب الملتف القريب، بعد ذلك يأتي التواء هنلي، ثم الأنبوب الملتف البعيد، ثم يصب في القناة الجامعة. هذه هي القناة الجامعة، يصب فيها مجموعة من النفرونات تجمع الراشح، ويخرج الراشح إلى الحالب، ويخرج الراشح إلى الحالب. إذن هذا تركيب النفرون، يعمل على الترشيح والتصفية بدءا من محفظة بومان وانتهاء بالقناة الجامعة. يتم ترشيح الدم وامتصاص أغلب المحتويات مثل الماء، الأملاح، الجلوكوز وغيرها، ويتم طرح البولينا، يتم طرح البولينا أو اليوريا طبعا كما ذكرنا في القناة الجامعة، ومن ثم
إلى الحالب وبعد ذلك للمثانة. إذن المادة التي لا يتم إعادة امتصاصها في الوحدة الأنبوبية الكلوية هي البولينة. إلى اللقاء في مقاطع قادمة بإذن الله.